مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. نحلم جميعا بالمستقبل ونرى أنفسنا كما نريد أن نكون، وفي غضون سنوات قليلة نضع جانبنا كل ما يمكننا القيام به اليوم، ونعتقد أنه لا تزال أمامنا حياة كاملة. نحن لسنا مستعجلين للعيش، ولسنا مستعجلين للاستمتاع بكل يوم جديد، ونحن لسنا مستعجلين للحب وقضاء الوقت مع أقرب الأشخاص الذين يهدرونه في بعض الأحيان على أشياء غير مهمة. فقط عندما يكون الوقت متأخرا جدا ندرك كم من الوقت ضاع، ونبدأ بتقدير كل يوم عشناه، فليس هنالك الكثير من الوقت. وقصة الصغيرة ليلي قد تكون خير دليل على هذا، وللأسف لن يكون لها نهاية سعيدة. كسرت قلبي إلى الملايين من القطع هذه الكلمات من الدموع التي كتبتها هايدي هيل، والدة ليلي، على صفحتها في الفيسبوك المخصصة لفتاتها. على الأرض ليس هنالك أسوأ من هذا، هذا العالم لن يكون هو نفسه أبدا بدون وجهها الجميل هنا ومعنا. كان يجب أن تعيش الفتاة ليلي من ولاية أريغون حياة كاملة في المستقبل، ولكن في سن الثانية تم تشخيصها بأنها مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة. لعدة سنوات عانت الفتاة الصغيرة كمقاتلة حقيقية من هذا المرض الرهيب، وكانت فرصتها الضئيلة في الحياة موجودة. لكن قبل عيد ميلادها 5 بقليل اكتشف والد واي أنه سيكون آخر عطلة كبيرة لها. ببساطة جسمها لم يعد يتحمل أي دورة علاج كيميائي أخرى، عندما أخبر الأطباء الأم أن جسد ليلي أضعف من أن يستمر في العلاج. اجتمعت عائلتها ومجتمعها الضخم في مجموعة واحدة لجلب أكبر قدر ممكن من الفرح للفتاة خلال الوقت المتبقي. وعندما سألت الأم الفتاة الصغيرة قبل عيد ميلادها بوقت قصير عما تحلم به، ليلي أجابت بأنها تود أن تجرب كل تجارب، وكما لو أنها شعرت بأن الوقت سوف يسلبها منها. الأم والأب هايدي وريان شو اتخذوا قرارا قويا لأنفسهم. حاولوا أن يتناسب هذا الاحتفال الأخير لفتاتهم مع لحظات عديدة كان يجب أن تعيشها في المستقبل. شارك عدد كبير من الغرباء في ذلك وساعدوا في التنظيم. في ذلك اليوم 21 من يوليو وصلت أميرتهم إلى حفلة حقيقية. الطفلة كانت ترتدي فستانا رائعا وتاجا جميل، ومن بين الضيوف أميرات وحوريات البحر وأبطال خارقين. جلبت العرب ليلي إلى مبنى القلعة في وسط المدينة مسقط رأسها، وتجمع الكثير من الناس في الساحة أمامها. جاء المئات من الرجال والنساء الغرباء من البالغين والأطفال ودعموا الفتاة. كانوا جميعا مستعدين للكثير من أجل ابتسامة على وجه الطفلة الصغيرة حتى لو كانوا غرباء تماما. عندما دخلت المبنى وجدت نفسها في مملكة سانتريلا الحقيقية. ليلي تحب المؤامرات كثيرا، ولم تصدق أن هذا يحدث في الواقع من أجلها. تم تنظيم حفل تخرج للفتاة لأن هذا اليوم يعتبر مهما للطلاب السابقين. إنها تذكرة إلى مرحلة البلوغ، وقد عاشت هذه اللحظات المثيرة في عمر 5 فقط، حيث كان عليها أن تعيش بعد سنوات عديدة بجدية ومسؤولية كاملة. جميع الضيوف المدعوين ابتسموا وصفقوا، وكانت الطفلة في قمة السعادة. وبعد ذلك كان الأمر التالي هو زفافها. ريان والد الفتاة ركع على ركبة واحدة وسألها إن كانت على استعداد لتصبح وحيدة في العالم. اقترح عليها وطلب يديها وقلبها الذي طالما كان معه لفترة طويلة. ليلي أجابت نعم بكل سرور. بعد هذه الكلمات غمرت جميع الضيوف الحاضرين العواطف والسعادة، وعانق الأب طفلته وبالكاد أمسك دموعه. رقص ريان الرقصة الأولى مع كنزه الصغير، وستبقى هذه الدقائق في ذاكرة الكثيرين إلى الأبد. فيما بعد قالت ليلي أنها قبل كل شيء أحبت اللحظة التي بكى فيها والدها، على الرغم من أنها لم تفهم السبب، ربما لأنه كان سعيدا جدا. وتحدثت الأخبار عن فضل وسخاء المدينة بأكملها، وحلم الأميرة تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، ولتلفت الانتباه إلى هذه القصة. لا يزال لدى ليلي حلما آخر بالرقص على المسرح مع لوك براين، مغني وكاتب الأغنية الأمريكية الذي أحبته الفتاة الصغيرة كثيرا، حيث كلما سمعت صوت أغانيه بدأت بالرقص. تقول والدة ليلي: إذا كان بإمكانها أن تكون معه على خشبة المسرح بينما يغني هذه الأغنية ستكون أفضل هدية لها. بعد قراءة أمنية الفتاة على الفيسبوك، براين أخذ الفرصة لتحقيق حلم الفتاة الصغيرة. اتصل براين بالطفلة شخصيا
وتحدث معها على الهاتف لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك دعم والديها الذين عجبوا بشدة بتصرف النجم. براين أيضا سجل رسالة فيديو خاصة لليلا، حيث قال أنها وعائلتها سوف تحصل على تذكرتين VIP للحفل الموسيقي القادم، حيث كان سيدعو ليلي تغني أغنيتها المفضلة معه على المسرح الكبير. لكن لسوء الحظ الفتاة الصغيرة لم تتمكن من حضور الحفل المنتظر. تدهورت حالة الفتاة بشكل حاد ووضعت في المستشفى، وبعد بضعة أيام خسرت أخيرا معركتها مع السرطان، مدمرة قلوب والديها الذين لم يتحملوا الأمر، وجاءت كل مدينة أريغون لتوديعها. بفضل دعم المجتمع وسكان المدينة كان الأسبوع الأخير لليلي مليئا باللحظات من الحب الحقيقي وبمشاعر صادقة وفرحة حقيقية. قالت أم ليلي أنها ممتنة للجميع على ما فعلوه من أجلنا، وصورة الفتاة الصغيرة نشرتها الأم لاحقا على الفيسبوك، والتي لا تزال تلهم الآلاف من الناس بابتسامتها على وجهها. أصدقائي الأعزاء، اعتنوا بنفسكم وأحبائكم وقدروا الوقت الذي لدينا الآن. نراكم بالفيديو المقبل.